هل بدأت البيع في موقع ايباي او تريد بدء البيع به؟ هل لديك مخاوف دخول مجال البيع عبر موقع ايباي؟ اذا في هذا الفيديو سأطلعك على 10 العوامل التي يجب تجنبها خلال بيع المنتجات في موقع ايباي. مرحبا بكم، انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي، وقد بعت الاف المنتجات في موقع ايباي خلال 7 سنوات الاخيرة، ولاحظت عدة اخطاء يفعلونها التجار في الموقع واريد ان اطلعكم عليها. العامل الاول هو اعلان منتجات غير مرغوبة او لا يباع منها الكثير. قبل اعلانكم لمنتجات، اعملوا بحث اسواق متقدم لمعرفة مدى الطلب على المنتج، واختار المنتج الأكثر مبيعاً من الموقع لكي لا يخزن لديكم فترة طويلة. وتذكروا، منتج يخزن فترة طويلة هذا بالنسبة إلينا نوع من العبء أو الخسارة. العامل الثاني هو تجنب المنتجات الرخيصة. الكثير من التجار الجدد في الموقع تبدأ ببيع منتجات رخيصة. أنصحكم اختيار منتجات تباع بأسعار تتراوح بين 20 دولار إلى 30 دولار لرؤية الأرباح والشعور بالثقة أكثر. العامل الثالث، الكثير من التجار لا يحددون هدف لمشروعهم، وبعد فترة يشعرون بالإحباط والخيبة. أنصحكم تحديد هدف لمشروعكم. مثال للتجار المبتدئين بالبيع في موقع إيباي، إحدى الأهداف التي يجب الطموح إليها هي رفع القيود الشهرية الموجودة في حسابهم. العامل الرابع، تجنبوا إعلان صور غير واضحة للمنتج. إحدى العوامل الأكثر مهمة لنجاح صفحة مبيعاتكم هي الصورة، فأنصحكم تصوير المنتج بجودة جيدة، وأنصحكم شراء خيمة التصوير ستساعدكم على تصوير المنتجات بطريقة مريحة وسهلة. يمكنكم شراء هذه الخيمة بموقع إيباي، يمكنكم كتابة في سطر البحث فوتو تنت. العامل الخامس، الكثير من التجار تضيع وقتها بإنشاء صفحات المبيعات لمنتجاتها في كل مرة من جديد، ولا يعرفون الرابط سيل سيميلر الذي يمكنهم نسخ الصفحات المعلنة في حسابهم وتعديلها للمنتج الجديد وإعلان المنتج خلال دقائق معدودة، فأنصحكم استخدام سيل سيميلر. العامل السادس، أعرف الكثير من الأصدقاء الذين يبيعون في موقع إيباي، ولكن هم ملتزمون في طريقة بيع واحدة وغير مستعدين لتجربة طرق أخرى. يوجد عدة طرق للبيع في موقع الإيباي مثل المزاد العلني، الأوكشن، أو البايت ناو، أو البايت ناو بيست أوفر، فمفضل دائما تجربة هذه الطرق ورؤية الطريقة الأكثر ملائمة لمنتجاتكم. العامل السابع، الكثير من التجار لا يعرفون وثيقة الإرجاع بشكل جيد، وهذا خطأ، لأن الزبائن تفضل شراء من التجار الذين لديهم وثيقة إرجاع واضحة ومناسبة لهم. على الأقل يجب تعريف مدة الإرجاع للمنتج 14 يوم، هذه هي قوانين الإيباي. العامل الثامن، ولاحظ الكثير من التجار لا يعرفون إمكانيات الشحن بشكل جيد، أو من ناحية تسعير الشحن، أو من ناحية حذف الدول التي لا يشحنون إليها. عليكم الانتباه لهذا العامل، لأنكم لا تريدون زبون يشتري المنتج ولا يمكنكم شحن المنتج إليه. هذا قد يسبب حصول على فيدباك سلبي ويسبب خطر على حسابكم. العامل التاسع، عليكم تجنب التأخير في شحن المنتجات للزبائن. حاولوا تغليف المنتج وشحنه بأسرع وقت ممكن ليصل الزبون بأسرع وقت. العامل العاشر والأخير، بخصوص كتابة وصف المنتج. التجار يدخلون في وصف المنتج صور كثيرة للمنتج أو تعلن منتجات أخرى تبيعها. هذه الطريقة يجب تجنبها، لأنها لا تزيد بكميات البيع، إنما بالعكس، الزبائن تقرأ وصف المنتج لمعرفة معطيات أخرى عن المنتج الذي تريد شراؤه، وليست لرؤية إعلانات لمنتجات أخرى أو رؤية صور أخرى للمنتج. يمكنكم إدخال صورة للمنتج
تشرح مواصفات المنتج بدقة، هذا جيد لإضافته في وصف المنتج، ولكن عدم الإكثار في الصور. أنصح كل شخص يبيع في موقع الإيباي تصفح صفحات مبيعاته والانتباه لهذه العوامل. ولكل شخص لم يبدأ بالبيع أنصحه للانضمام لآلاف التجار الذين يربحون المال من خلال البيع في موقع إيباي. أرجو كتابة أي تعليق عن الفيديو تحت، وكتابة من أي دولة أنتم، يهمني جدا من يشاهد هذا الفيديو. وأخيرا لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المثيرة المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع إيباي وموقع أمازون. أتمنى لكم النجاح والكثير من المبيعات.